لإنشاء مدونة احترافية 2022، لإنشاء موقع إلكتروني تقدر تحقق منه الدخل أو متحقق منه الربح. تابع معايا الدورة، دورة إنشاء مدونة بلوجر مجانية 100% لعام 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة يا جماعة جبت لكم أول حلقة من دورة إنشاء مدونة إلكترونية أو مدونة بلوج سبوت مجانية 100% من شركة جوجل أو من منصة شركة جوجل اللي هيتم إنشاء عليها المدونة الإلكترونية، تمام؟ فقبل ما نبدأ يا جماعة الحلقة، ويا ريت تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا ده يا جماعة القناة بتاعتي، ممكن تعمل هنا اشتراك وتعمل هنا تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات باقي دورة إنشاء المدونة، تمام؟ وممكن كمان تعمل، لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك هنا أو كومنت أو أي حاجة ناقصاك في الدورة دي ممكن تكتبها لنا تحت في الكومنتات، وعشان نبدأ إن شاء الله أشتغل عليك. طب نبدأ الشرح يا جماعة على بركة الله. أول حاجة يا جماعة هنخش، أول حاجة خالص هتعمل طبعا كل واحد عنده بريد إلكتروني جديد أو بريد إلكتروني اللي هو gmail.com، سجل بيه على الحساب بتاعك، تمام؟ فأنت ما عليك إنك أنت تخش، بس تعمل هنا، تروح جاي هنا صفح جوجل، تمام، وتعمل هنا تسجيل الدخول، هيفتح معاك بقى على طول جوجل زي ما انتم شايفين كده. هنروح هنا على التلات او ست شرطات دول، تمام، وتنزل تحت شويه بعد ما تسجل حساب هتلاقي كلمه بلوج او بلوجر، تمام، فانت هتفتح بلوجر على طول معانا، تمام. طبعا المدونه بلوجر هتكون مش موجود اي حاجه، بس هنا انشاء مدونه، تمام، يعني هو هيكون هنا المفروض، تمام يا جماعه. هتكون اول، لو انت ما عملتش ولا بلوجر او اي مدونه ما عملتهاش خالص، تمام، هتبقى بنفس الطريقه دي، تمام. لو عملت مدونه، تمام، هتكون نفس الطريقه اللي شفناها في اول تمام يا جماعه، هتلاقي بنفس الشكل ده كده المدونات اللي انت انشأتها هتكون هنا، تمام. فانت على طول هتكون يعني لو جات لك الصفحه دي، تمام، هتعمل انشاء مدونه، تمام، وتعمل تسجيل الدخول، فيفتح لك معانا الصفحه دي، تمام. هتعمل هنا اختيار الاسم، تمام، وتابع بس معايا الخطوات. فلو انت عامل مدونه، تمام، فانت هتروح الجاي نازل هنا وتعمل مدونه جديده، تمام. اختار الاسم المدونه، هتكتب اي اسم انت عايزه، مثلا انا هكتبه ايه، تمام، هنسميها الايطالي تك. ونعمل التالي، هنا بيقول لك اختار العنوان URL اللي هو العنوان او الدومين اللي هيبقى فيه مكتوب عليه او الدومين اللي هتبقى باسم المدونه، تمام. دي تبحث هنا عن اي حاجه، مثلا اي دومين، مثلا google.com والكلام ده، تمام، فده هيكون الدومين. تمام، كده الدومين ده متاح، نعمل حفظ، تمام، كده انشأت مدونة إلكترونية. انا هو كده بقى خلاص عندك مدونة باسمك، تمام. ادي اسم الدومين زي ما انتم شايفين، ادي اسم الدومين تحت، تمام، ادي اسم الدومين هنا، تمام. وده القالب اللي هو المدونة والكلام ده كله، طبعا احنا هنغير ده كله دلوقتي، تمام. في طبعا قالب كتير ممكن تستعملها انت على حسب اللي يريحك، تمام. فاحنا لو هنختار المجاني في قالب سكويز وسوبلس، تمام. فاحنا هنخش هنا، تخش هنا تروح جاي كده بس هنا دي واحدة، هتروح بس نكتب في محرك البحث قالب سكويز، تمام، وهتجي لك هنا النسخة المجانية. طبعا في نسخة مدفوعة من القالب، تمام، لو حابب تشتريها، لو مش حابب فان شاء الله يعني لو لقيت تفاعل على الفيديو ده كتير يعني وتفاعل حلو، تمام، هيبقى في ثلاث نسخ ان شاء الله من القالب المدفوع بتاعه، تمام، مجانا للاعضاء اللي هم الناس اللي هتكتب تعليقات حلوه في الكومنتات بتاعنا، تمام. فانت هتدوس هنا تحميل، تمام، هتستنظر معاك تحميل، تمام، نختار الفولدر اللي هينزل عليه، تمام، سيف،
تمام كده تحمل معانا، هتدوس فتح. تمام هو ده اكواد القالب. تمام فانت هتروح جيد داخلين هنا على المدونة تاني. تمام المدونة بتاعتنا اللي هي لتاليتك. تمام هتنزل تحت على المظهر، تمام، وتعمل تعديل اتش تي ام ال، هيظهر لك الاكواد دي، دوس كنترول A. تمام حذف، تخش هنا تعمل كنترول A كنترول C او نسخ، تمام، وتدوس كنترول V، تمام، وتدوس حفظ. كده تم التحديث بنجاح. تمام هندوس هنا معينة عشان نشوف المدونة. الرغارة هعمل عرض المدونة. تمام هو ده كده القالب وده المدونة بتاعتك، ولسه برضو هنعدل عليها. طبعا ده شكل القالب بعد ما ركبناه. تمام المشكلة بقى في القالب ده، انت لازم تفعل القالب ده من اللي من الموقع الرسمي بتاعه. تمام فانت هتضغط على اي حاجة هنا في القالب. تمام هيعمل هنا هيجيب لك رسالة. فأنا عشان نفعل القالب هنروح هنا على طول على الموقع الرسمي بتاع سكويز. تمام طبعا انت هتكون انت كده كده فاتح الموقع بالدومين بتاعك. تمام فانت هتنزل تحت، تمام، تسجيل الدخول لحساب جوجل. تمام وتعمل تسجيل الدخول. تمام تعمل متابعة. تمام نرجع تاني، آسف. هو جاب رسالة خطأ هنا. تمام وقال لك لازم تعمل هنا متابعة، تعمل عرض حساب جوجل. تمام هو كده خلاص كده تعمل هنا مدونة جديدة. تمام تعمل هنا مدونة جديدة وتختار هنا اسم المدونة، تتفعل، تعمل تسجيل. تمام جار التسجيل جورج الانتظار، تم تسجيل المدونة بنجاح. تمام بعد ما نسجل، تمام هنعمل هنا المفتاح ده، تم نسخ الكود. تمام ونروح هنا على المدونة تاني بس عشان احنا نفعل قالب سكويز. تمام فانت هتروح هنا على التنسيق، تمام كود التفعيل هنا، تعمل نسخ، تعمل لصق. تمام وتدوس حفظ. اهو كده حفظ معانا، دوس حفظ هنا، سيف، جر الحفظ. تم الحفظ. تمام كده اتحفظ معانا، كده المفروض القالب شغال. تمام مفهوش اي مشاكل. تمام وكده القالب اشتغل. تمام في قالب تاني اللي هو سيو بلس، تمام تقدر برضو تفعله. تمام ده برضو قالب سيو بلس. تمام قالب سيو بلس المعروف. تمام لو عايز تحمله فانت عليك انك انت تعمل الخطوات الاولى. تمام بس في النسخه المجانيه، تمام، او النسخه المدفوعه مش هيبقى في تفعيل. النسخه المجانيه ما فيهوش تفعيل، هتحط القالب هيشتغل معاك على طول. تمام بعد ما تخلص تفعيل القالب، تمام نروح هنا نعمل دلوقتي نعمل ارشفه الموقع بتاعنا في موشن في الموقع. تمام هنعمل بس هنا خش نعمل مشرف المواقع. تمام نكتب مشرف الموقع، هيظهر لنا اول موقع مشرف الموقع سيرش جوجل. تمام هندوس عليه. طب وانت فاتح برضو كل اللي بيحصل ده، وانت فاتح اللي هو المصفح اللي معمول عليه الحساب بتاعك علشان ما يحصلش اي مشاكل. تمام هنروح هنا نروح واخدين اسم الدومين ده كامل. تمام ونروح هنا داخلين هنا على بدء العنوان URL. تمام ممكن تروح دي عامل متابعه، بقول لك جاري تحقق من ملكيه المدونه. تمام طبعا هتعمل انتقال للموقع. تمام كده الموقع اتسيف معانا، مرحبا بك في سيرش جوجل. تمام
كده تمام، كده الموقع تمام، كده احنا اثبتنا ملكيته في مشرف الموقع جوجل تمام، المفروض يتارشف تمام. بس قبل ما يتارشف لازم نضيف ملفين من الملفين المدونه تمام. ندوس هنا الاول حاجه انه داخلين على ملف السيت ماب تمام، تراي داخلين هنا كاتبين ملف سيت ماب دوت اكس ام ال تمام، سيت ماب دوت اكس، بس هو ده الملف او الاسم اللي هنضيفه بس تمام. تعمل ارسال، تم الارسال بنجاح. طبعا هو يقول لك خطأ واحد، هو مفيش اي مشاركات حصلت في المدونة او اي مقال كتب في المدونة، فطبعا هيجيب لك خطأ. اول ما نبدأ نشر في المدونة هيبدأ الرقم ده يتغير اول ما المقال يترشف تمام، مقال 2 3 4 كده يعني تمام. فهنرجع تاني هنا نخش على المدونة تمام، ونخش هنا على الاعدادات تمام، هنضيف معانا اخر خطوتين تمام، هننزل تحت تمام، هنرجع ننزل تحت كمان تمام، تفعيل محتوى اللي هو محتوى الروبوتكس تمام، هندوس هنا تفعيل وندوس هنا تخصيص تمام، ونجيب الكود اللي ان شاء الله هتلاقيه تحت ملف الروبوتكس بتاعي اللي هو على الموقع بتاعي اصلا تمام تمام وهنشيل كلمة الطليان تمام، ونحط اسم الدومين النطاق بتاعنا اللي احنا شغالين عليه تمام، شايلين هنا تمام كده، كده نحفظ معانا وندوس حفظ. كده الملف روبوتكس الصحيح اللي انا شغال بيه على المدونة بتاعتي الشخصية تمام، كده ظهر معانا تمام. نعمل بقى تفعيل الرسوم المخصصة، ننزل تحت نفعل الرسوم المخصصة تمام، وعلامة الصفحة الرئيسية نعمل اقول ونو اد بي تمام، وندوس حفظ. راح جه داخلين على علامة الصفحات الارشيفية تمام، وندوس هنا نعمل نو اندكس تمام، واللي تحتيها تمام، ونو اد بي كومن تمام، وندوس حفظ تمام. علامة المشاركات الصفحات تمام تمام نعملها اول تمام، ونو اد بي تمام، وندوس حفظ. طبعا يا جماعة هي دي الاعدادات اللي انا شغال بيها على المدونة الرئيسية بتاعتي تمام، وظهر في محرك البحث جوجل، وبيجيلها زيارات من محرك البحث، ومصدرة كمان في مقالات تمام تمام زي ما انتم شايفين كده، ده الموقع بتاعي وده المقال المتصدر فيه تمام. فالاعدادات ديت سليمه 100%، مفيش اي مشاكل تمام. نرجع تاني كده، احنا عملنا كل حاجه، عملنا اعدادات المدونه كامله تمام، وبس فاضل حاجه صغيره اخيره تمام. هنعمل هنا وصف البحث تمام، الوصف هنكتب هنا الوصف، اي وصف انت عايز تكتبه علشان مدونتك تبدا تظهر في محرك البحث. مثلا اي حاجه يا جماعه، وصف انت عايز تكتبه تمام، يكون مظبوط معاك، او انت تكون حابب تكتب وصف المدونه بتاعتك تمام، علشان يبدا يظهر معاك على طول اول ما تبحث عن اسم المدونه بتاعتك تمام. فهننزل تحت هنا كمان ماشي، تفعيل الوصف البحث. طب تمام، تفعيل الوصف البحث ده يا جماعه علشان الموقع بتاعك او المقالات بتاعتك اول ما تظهر تمام بيبقى فيه هنا وصف، شفت الوصف ده، عشان يبدا يظهر معاك على طول وصف البحث تمام. وتكتب هنا اي وصف انت عايزه تمام، وندوس حفظ. كده يا جماعه الاعدادات كده كلها اتظبطت تمام، وكده المدونه احنا انشأنا المدونه وركبنا القالب واثبتناه في مشرف المواقع تمام. ممكن نبحث عنها كده نشوف هي اترشفت ولا لسه. تقريبا هي لسه ما ظهرتش يا جماعه، لسه ما ظهرتش في محرك البحث تمام. اول ما نبدا نشتغل عليها ان شاء الله هتبدا تظهر معانا على طول، مفيش اي مشاكل تمام. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو في اي مشكله اي قابلتك في اللي احنا شرحناه تمام، يا ريت بس تابع الفيديو للنهايه. ولو اي مشكله قابلتك في الشرح اللي احنا اتكلمنا فيه تمام، او اي حاجه حصلت ممكن تكتبلي في الكومنتات تحت، او هتسيب لك رابط الصفحه بتاعتي ممكن تتواصل معايا بيها. سلام.